حلقة اليوم فيلموا في ماينكرافت راح يكون عنده مكان سري لازم نكشف، والأماكن السرية هذه راح يكون فيها أغراض مرة أوبي راح نستكشفها مع بعض، راح يكون عندنا القدرة الخاصة بأنه نسوي نفسنا أوفلاين في اللعبة علشان الموبز يتحركون بطبيعتهم، لأنه أكيد موبز ماينكرافت مخبين أشياء عننا. في حلقة اليوم في النهاية ثواني بسيط راح آخذ من وقتك عشان بس أذكرك في قناتي الإكسترا اللي قاعد أنزل فيها مقاطع الفترة هذه، مقاطع جدا أسطورية، مقاطع منوعة، لا تفوتك المقاطع. قبل كل بعد المقطع يروح لقناتي ذيك ويشترك فيها ويتابع المقاطع اللي موجودة هنا. ما في عندنا أندر دراجون، في عندنا شيء ثاني، ترقبوا إيش هذا الشيء. متابع عز الحلقة من بداية النهاية عشان ما يفوت ولا شيء في حلقة اليوم، ولا تنسى زر اللايك عز المتابع، فجر الحلقة تفجير لايكات واشتراك في طريقك، واه متابعة ممتعة. ونقول بسم الله ونبدأ في حلقة اليوم. أول شيء معطيني مفتاح، ما أدري إيش المفتاح هذا، ولكن اللي قريته يا جماعة الخير مكتوب عليه سيكريت كود كي، يعني المفتاح هذا مجرد ما اضغط عليه راح يخليني اوفلاين في اللعب، يعني الموبز راح يتحركون طبيعتهم. حتى زي ما تشوفين في فوق هنا مكتوب اونلاين وفي عندي مجموعة لامز هنا، صراحة شاك في وضعهم، فخليني احاول اجرب اول شيء الاوفلاين عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه هاي هاي ايش في؟ لا ما قاعد اتحرك، اختفت. وات اوكي كذا النظام يعني، لا ما تمشي. اوه ماي جاد، طيب ابرجع اللاين ابرجع اللاين. اوه طبعا شايفين اللي لاحظتوا لاحظت هذه كله طلعني من اللعب عشان هم صدق يعني يفكرون اني طلعت، بس عال لا ما قامت تمشي. يا حبيبي الزلم ايش فيه؟ بس دخلت في المكان هذا وكيف، وين دخلت؟ اوه ماي جاد لقينا السيكرت الاول. مزوين طبيعيين، ها مزوين طبيعيين، اريكم انا يا يعني في خروف انا بنكي يستاهل لايك، حطوا لايك. طب خلينا نقول بسم الله وندرعم على اللام اللي تحت. بسم الله يا رب. السلام عليكم، هلا والله. اي اوكي فيرتيكال، لا شوفوا كيف واقفه. اي تقول لي انت المفروض تكون اوف لاين وتفلت علي. اي وسخه. اي اي اخري الله يتخر شيال، اصبروا. اوه تفلت علي، روح اوف لاين روح اوف لاين. اوه اوكي رحت اوف لاين الحين، المفروض ما قاعد تشوفني. يقول لي المفروض انك تكون على المكان. حبيبي انت زي الاطفاء. عيال شوفوا كيف واقفه، اصبر في جسر خليني الوت. سيكرت لام، عندك سيوف وعندك بكاكسات وعندك، من متى؟ من متى يا لاما؟ من متى؟ لا لا بعرف من متى. ايش في بعدنا؟ خلينا نشوف ايش عندك. ايوه ايش هذا؟ مادي هيكر، في عندنا سيكرت لاما توتم. يا ساتر طلع طلع، ايش في بعد غراض؟ ايش في بعد؟ فينا شيء؟ ايوه في هلا بي. ايش هذا؟ لاما ليجينجز ولاما سبليت ولاما هلمت. عا صرت لاما، صار عندي ابيلتي ار اتف اضغط ار اتفل. وات ماي جاد ايش في؟ طيب دقيقه اول شيء المفروض اني ابي محط اللاما، لانه ليش تكذبين؟ انا برجع لانه بمحطك اوريك ليش تكذبين. واو ايش في؟ بس راحت التاتم حقتي، بس محطه لاما على ضربه وعده، ايش في؟ طب هذه ايش؟ اصبر هذا على كليك يمين يضرب لاما، ول طب هذا بعد يضرب لاما ويكسر. يا عيال هذا اول مكان. دوخ صداع صداع، هذا اول مكان تخيلوا، باقي فيها اماكن كثيره. يا ساتر والله ورانا اليوم استكشافات كثيره، الله يستر من الموبز الباقيين اللي راح نلاقيهم في حلقه اليوم. في عندنا هذا الشيء، بس خلينا نطلع لفوق، خلينا بطلع لفوق انا. كيف اطلع لفوق؟ طلعوني لفوق، كيف اطلع لفوق من هنا؟ ايوه ايش هذا؟ اوكي طلعني لفوق طلعني لفوق. هيك يا كذابين يا كذابين. خلينا نجرب ايش هذه؟ مادي هي كارت، خلينا نجربها. هلا بي شوفوا كيف تحت يحط هيبل. يا ساتر والله نايس. عندي كم حبه منها؟ عندي 4 حبات. يمكن اخذ الهيبل هذا يعني استخدمه كفود، بس يعني باخذ كم حبه يعني ما اظن تحتاج كثير. يا عيال والله اللي معي قوي، شوف شوف فجرها جوجو. اوبا يا سلام، اللي زعلت عليه يا جماعه الخير التوتم حقت اللاما راحت علي حسافه، والله والله حسافه. بس ما عليه يا جماعه الخير، ما عليه اهم شيء لقى، اهم شيء طلع لي يا جماعه الخير اغراض مره حلو. انتم شايفين الاسترينث اللي عندي هذه كله اظن من التوتم. يا ساتر صرت لاما نايس والله والله بدايه جميله، والله يستر من الموبز الثاني. خلينا نروح اوف لاين، خلونا اون لاين احسن شيء، نبدا ندور لنا شيء ثاني، نحاول نشوف عنده سيكرت بيس. يعني كنت ماشي وخطر ببالي فكره، هل السكويد عندهم سيكرت بيس؟ خلينا نشوف، هل شوي عندكم شيء؟ بينكم مسالمين يعني ولا عندكم اي شيء في العياء؟ هاي شايفين؟ شايفين كيف؟ صار يمشي رجوله، المفروض يزبن هنا. ايوه والله زبن، وقعد دفن مولو زبن. اوريك اوريك يا سكويد يا معفن، بروح اون لاين بدور. ايوه هذا المكان حلو،
حلو سكويد. اجل شيء مثل خير، شايفين ذولي اذا لقيتوهم في الجزمو ترى سكويد مزبل لكم شيء، مخبي لكم شيء هنا. الله يستر ايش عنده السكويد، ايش ذا المكان مرتب ونحسبك مؤدب ومسالم، طلع عندك خفايا السكويد يا محفن. ايش في عنده طيب؟ انكت ابل تفاحه على حبر، انا اكلها. اوه تعطي سبيد وستريشن نايت فيجن، يا ساتر سترك. ايش في عندك؟ جولدن سوشي. وات عيال جولدن، والله في كثير منها، والله في كثير منها، اصبر بجربه بعدين. بس وين راح؟ وين راح؟ اها انت هنا، انت اي اسف الله، انت هنا يا وسخ، والله يدفن علي يا ورع. اذبح، اي ضربت بالغلط بكليك يمين. القم والله يا انه يدمج. اوه تبه انا اعطانا شيء، اصبر اصبر اعطانا شيء اعطانا شيء. اوه اعطانا سكويد هلمت. وات يا شكله حلو. شكله حلو، اصبروا اصبروا اصبروا، شكله مره حلو. ايش هذه؟ يقول لك بريس جي تسمن. واو يا عيال اذا ضغطنا جي نسبح في الهواء الطلقي كذا بلوك بلوك كذا، نسبح في الهواء يقطع ابو القوه. طيب في شيء ثاني يا لك طمر فلا المستانس. في تيست هنا، ايش التيست هذا؟ هلوبي انك بلاستر، باقي اسحب عليهم مدفع الحبر زي هذا نفس اللي كان قاعد يطلق علي فيه الوسخ. عينك على الشكل يا عينك على الشكل، لبس لامه بطاقيه سكويد مسدس سكويد. يا ساتر في شيء كثير بجربها، بجرب السوشي، بجرب هذه على الناس، بجرب كيف اقدر اطير. شوفوا بيو 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 بيو، يقطع ابو الحماس يا شيخ، يقطع ابو الحماس. اذا كل مبز عندهم كذا يقطع امه. اليوم بجرب كثير مبز، اليوم بجرب كثير مبز عزيز المتابعين. لا ماليش انا بوقف شويتين بس، بوقف راح نكمل حلقتنا. بس ابيك تحط زر اللايك، ابيك تحط زر اللايك. حلقه اليوم رهيبه جدا فعليا، ما صارنا كم قاعدين في الحلقه، ما صار ما ادري كم، 5 7 دقائق ولا شيء رهيبه، باقي كثير في اشياء رهيبه. يمكن ما استكشفنا بس 5% في الحلقه، في اشياء مره كثير. فالمقطع يستاهل لايك عزيز المتابع، حط لايك الله يسعد، حط لايك. وتجرب السوشي، خلينا نجرب البلاستر شادي، يطيرهم لفوق. بس هاي هاي ضعيف النحله يا عيال، البلاستر هذا مره قوي. طب خلينا نجرب السوشي، جولدن سوشي ذهبي. شوفوا الاشياء اللي اعطاني اياها، شوفوا قلوبي بس، شوفوا قلوبي بس، وشوفوا الافكتات. القم توجهك، القم يا شيخ من الحماس. ضربته. انا مستانس، انا عبادي يحب مستانس، تعرفون عبادي يحب الاشياء الاو بي، تعرفون يعني عبادي يعني يحب الاشياء الاو بي. وابي اذكرك عزيزي المتابع بعد انك تكتب لي ايش افضل ايتم اليوم، لازم في كل حلقه تكتب لي ايش افضل ايتم وبنزل بعطيكم جروب. طيب الان لازم نبحث عن شيء ثاني، ما ادري ايش، اشوف احترت، انا احترت اشوف ايش في عندهم سيكرت بيسات ثانيه، ابي اشوف موبس كذا قدامي كذا، عندي فضول انه يكون عندهم سيكرت بيس. بس دقيقه جاب بالي شيء، القريه لازم نلاقي قريه يا جماعه خير، لانه احس القرويين احسهم ما مسوين انهم مسالمين، بس وراهم بلوى. صدقوني عند القريه لما يكون في سالفه، صدقوني في الخطه الحين نلاقي لنا ايش؟ لقينا قريه، اكيد سالفه الطيران هذه سهلات القرى راح نلاقيها. ايوه لقينا قليه، حلو لقينا قريه، ما قمت اعرف اقولها عيال. قرويين اخباركم؟ ان شاء الله تمام، ان شاء الله طيبين، الامور تمام. تجي كانك تعطيها اوف لاين وتحاول تركز تحركات القرويين اذا عندهم تحرك. هذول الاثنين ليش واقفين قدام الباب؟ لا ماني موجود، ماني موجود، ليش واقفين قدام الباب؟ حلو يعني لاحظتوا من جنة واقفين قدام الباب ما قاعد يتحركون؟ ايش عندكم هنا؟ والله اني شكيت، واقفين قدام الباب كذا يعني اني ما في شيء هنا. ايش تبي؟ ما في شيء. قبطك يا الهطف، قبط ايش في عندك؟ الله انقلع بس منك. تحت السرير شوفوا كيف الزبنه، ما عندي اسكره، ما يمديني. انتم سكروا عادة، يلا خلينا نقول بسم الله وننزل تحت. الله يستر، السلام عليكم. نحط اللاين. ايش هذا؟ يعزل يا مره، الله يقطع ابليسه. ايش هذا؟ ما ادري ايش هذه عيال. نزلنا الى قريه تحت القريه، يا ساتر. السلام عليكم، ايش الاخبار؟ عندهم خبز كثير، عندهم خبز الدنيا، مسويين فقيرين ها؟ انت هذا وشو هذا؟ وشو هذا الام؟ هذا شكله يا جماعه الخير الحارس، الحارس حق القريه مسوي. انا اسف بالغلط تفجرت، انا اسف. هلوبي سيكريت جولم جانلت، الايتمات الحلوه تطلع، بدت الايتمات الحلوه تطلع. بالله انا ابي استكشف كل بيت في القريه، كل بيت اليوم سوف يفتش. ليش تخبون علينا؟ ليش ابو خشم تخبي علينا؟ ليش؟ بس امها تلطف. انتم مو منك، مو من راسك الكبير، مو منك. الله اقطع ابليسك اوريك. اول والله امرالد بكاكس، اتاك دمج 40،
لا اله الا الله. او ماي جاد يا عيال يا عيال بكاكس هذا اي شيء كسر اي شيء كسر فيه يحول لي الامرالد يا عيال مسوين فقيرين. نعم ودي اكسر البكاكس في راسك يا ابو راس انت. اوكي 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 ما علي انا ابي الوت كل شيء في القريه اليوم. ابي الوت كل حاجه في القريه. ليش ما في اغراض عندكم هنا؟ ليش مين اخذها؟ اعترفوا مين اخذ الاغراض هنا؟ في اغراض هنا كله. بعد زرافه في عد زرافه شكله. ايوه مين هذا؟ مين هذا؟ انت مين؟ انت الكينج. انت الله يطول عمرك. تقول لي اي منين جيت؟ يقول لي اوه غير متوقع انت كنت اوفلاين. يا الله اولوبي عنده اغراض هذا. يا هذا عنده اغراض يقطع بليسك شنطة هذه. اصبر اصبر القام عنده اغراض عندهم دائما. يال ملعوب علينا احنا. احنا ملعوب علينا نروح القرويين ملعوب علينا احنا في حسب القرويين انه ما عندهم دايموندات مساكين وما ادري وشو. شوف يا عيال شوف الطناخ اللي هم فيها. لا والكينج يبي قايد يعني يبي امر زياده فوق الثراء اللي عنده. يعني ايش اقول؟ اوكي برجع لك باخذ كل اللي عندك. بس صبر شويتين باقي في اشياء ما جربناها. باقي بيوت في بيوت ما لوثناها. بشوف ايش في ايتمات زياده. خلينا نجرب هذا ما جربته. ول اصبر 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 موت لو سمحت. الله يسلمك. ايوه يا عيال كسرت ابو البيت. كيف هيك؟ ايش هو بالارض؟ لا استمنى وكذا. اللي شوفوا وال وال قوة وال 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 عندكم شيء هنا؟ شكله خلاص ما عاد في شيء. بروح اخذ كل الفلويس. بروح اخذ كل الاشياء اللي عنده ذاك. بتقايض مع الكينج هذا بشوف ايش في عنده باخذ كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. يعني شوف الهطف عندكم بكاكس اي شيء تكسرون فيه يعطيكم امرالد. وتبي امرالد بعد زياده يعني ايش البجاحه وقبه اوكي تعال شوفوا مش شوف 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 النصب يعطيك امرالد في حبه تقول باخذها. كيفي انا باخذها والجزره باخذها والايرون جولم باخذه. اوكي حلو بتخليني معكم. حلو في عند فيلج الروب في عنده سيكريت موب كوميونيكيتر. وات ايش هذه عيال؟ ما ادري الصد بس خلينا نجرب الاشياء اللي اعطاني اياها. صارت قروي. هلا والله قروي صرت يا عيال. هلا جميل. لا 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 ماني اخوك ماني اخوك ابدا. انت قبل شوي قلت امه ماني اخوك ابدا. فارق ولا تكلمني. طيب خلينا نشيل هذا ونلبس اللامه. عندنا اللامه افضل شيء. الهلمه تخليها ما يحتاجها. بس ايش هاي 8 هذه 6 خايسات يا بوي. امسك امسك ورد امسك امسك دراسك. طيب ايش بعد جانا؟ بعد جانا جولد ارميها وهذه ارميها ما عاد بيها. بس كذا الطناخه بشتري كذا من عندكم. هذه البيكاكس مره قويه يا عيال. 40 تقدم ترى مره قويه. هذا اقوى من السيف اللي عندي ذا يقطع ابليس الحاله. وفي عندنا ايش بعد؟ ايش جانا؟ جانا هذا يا عيال هذا مره قوي. وال يا انه يصفق عيال هذا. شوفوا كيف يضرب. شوفوا كيف لا اله الا الله تكسير بشكل مو طبيعي. اوبا نطلع زي كذا. يا سلام يا سلام. طيب ايش باقي عندنا؟ باقي عندنا يا جماعه الخير الايتم هذا السيكريت موب كوميونيكيتر. ايش هذا؟ كوميونيكيشن سكسسفل كونكتنج تو سيكريت موب داتابيس. وات هذا مكان الاندرمان السيكريت بيس حق الاندرمان. اعطاني لوكيشن يا عيال في الشات كي تواصل خاص كذا برايفت. اعطاني احداثيات شايفين سالب 662 10 471. لازم نروح لها ذي يا عيال شويتين بعيده نشوف. لا والله مو مره بعيده والله ما ادري والله يبي لي نروح لها. خلنا بطلع وش بطلع من هنا. والله انه صراحتني الان عن نفسي اقوى ايتم الان يفوز حق سكويد. شايفين كيف الطيران فيه رهيب مره. مسوي تخبي علي. واليدك شوفوا كيف يتكسر يقطع ابو القوه. القم تفلع هذه بعد. القم تفلع وجهك. اسف والله يعني انا اودي هذه ما جربنا الايرون جولم. هلو بيرس بالايرون جولم مني رص من كثير بعد. يقطع ابو القوه يا شيخ يقطع ابو القوه. طيب الحين الخطه ان بنروح للاحداثيات يلي حطلنا اياها. اوكي يا الاحداثيات طلعت قريبه. هذا هنا قريب الاحداثيات تقريبا. انا في المكان بالضبط فالمفروض اني انزل على تحت. خلينا نشوف الثرية تقريبا في المكان بالضبط. انا طبعا بقوه البيكاكس هذا يا شيخ. ايش البيكاكس القوي هذا؟ خلينا بكسر ذا. كيفي والله هذا اقوى. هلا بي بس دقيقه بسد الماي فوق عشان لا تخرب علينا يا عيال ولا حيطب علينا من فوق. المكان سيكرت. المكان هذا سيكرت اخذناه بالسيكرت اصلا. لو سمحتم انا المسؤوليه عندي الخاص هذا. ويلي الماي في كل مكان. اهم شيء وصلني على تحت. ايوه دقيقه خلنا نسكر المكان. هلا بي. طيب حلو بورتال روم ولايبري. بورتال هذه البورتال صح؟
حلو وصلنا البورتل، بس ايش اللايبري؟ وين اللايبري؟ وين اللايبري؟ هذا اللايبري، هذا اللايبري. ايش قاعد يسوي الكريبر فوق؟ يعني في كريبر هنا ايش قاعد يسوي؟ ما ادري ايش احس عنده شيء. دقيقه دقيقه دقيقه، نجرب 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 نجرب. عندنا الزر الاوفلاين وهوبا. قايل لكم قايل لكم ايش قاعد يسوي الكريبر هنا؟ ايش قاعد يسوي الكريبر؟ ايش ايش؟ الا ما يكون عنده شيء. طيب طلع المفتاح ودقيقه بروح برجع لا برجع عشان ادخل في عينهم. دخل هنا. هلا والله هلا والله بالسيكرت فيس. شكيت والله معادي صراحة، شكله غريب، شكله سسبيشيس كذا ما عبيت، فقلت الموضوع المكان هذا. طب ايش وين راح الكريبر يا عيال؟ الكريبر راح مكان. اوه اوكي دقيقة 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 استوعب، دقيقة استوعب اللي شفته. انا شفت قبل شوي كريبر عنده يدين صح ولا لا؟ يقطع بليزك فخ. انا ايش خايف؟ انا ايش انخرشت؟ ليش انخرشت؟ كيف كريبر عنده يدين؟ بفهم. الو وش المكان هذا بعدين؟ يا عيال كريبر عنده يدين. احلام العصر يا ايش فيه؟ اليوم شفت اشياء كثير، شفت لاما تمشي، شفت سكويد يمشي على اربع يدين، شفت ايش باقي؟ اصدمني كريبر يمشي. ها كريبر عنده يدين. تفضل تفضل عزيزي المتابع الله يقطع. بس هذه وين تلاقيها؟ بس في حلقات عباد. ايش هذا المكان؟ طيب في تشارج كريبر هنا الله يستر، تفجروا علينا رحنا فيها. طيب ايش المختبر هذا؟ في بطل عندكم مختبرات وحبشكلات وما تعلمونه في تشتات هنا. هلا والله تي ان تي وسيكرت ايتبل كمب. ايش هذا؟ ايوه ايش هذا؟ سيكرت تشارج ليجنجز وات. خلوت كل شيء بس حبه الجنبادر والاشياء ذي ما بيها. ما اي شيء جديد؟ ايوه سيكرت تشارج هيلمت. اوكي سيكرت كريبر هارت. يا هذول عندهم اشياء كثيره. اوكي سيكرت تشارج سبليت بعد. اوكي حلو هيلمت وليجنجز وتسبليت. يا ساتر بس الابيلتي حق السكويد راح يا عيال. ما بكذا. بس دقيقه عندنا ايش بعد؟ عندنا هذه. اوه تفجر زادني قلب يا عيال، صار عندي قلب زياده. شايفين قلوبي قاعد تزيد؟ وات صار عندي قلوب كريبر. ليتس جو. اوكي ابلع ابلع وابلع وابلع بعد مره. هذه ايش؟ سيكرت ايتبل جامباود. جامباود اللي ندينا كلها يقول تخلي معتك توجعك. جامبا فجرت. في عندنا قلوب زياده هنا انتبه لها. دقيقه ندينا نفجرهم ذولي، ندينا نفجر ونطلع من ابو المكان. خلاص اخذت اللي ابي، خلاص فجر ابو المكان واطلع صح ولا لا؟ خطه ودي افجر لهم ابو المكان. بس دقيقه اودي ارجع اقل شيء الهلمت حقتي. هذه كيف وضعها؟ والله انه ارهب من اللامه، ارهب من اللامه. عنده اللامه عنده التفله ذيك، بس عندي هذه. انا ما بي نبي شيء قوي يا جماعه الخير. الله يستر ايش بيطلع لنا في النهايه بعد. لو سويت زي كذا و عندنا اكل زياده. خلاص شكلي فللت قلوب. اوه يقول يرفل. خلاص ما عاد ابي قلوب، فللت. خليني ايش ناكل هذه. ما تفجر حسافه والله، كنت بفجر فيكم الصدق يعني. بس انا اقدر افجر صراحه فيكم. اسف اسف. لا 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 يا منطق. انا بنهاش بنهاش. نجوت في عجوبه. روبو 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 روبو. خلاص وصلنا للاند يا جماعه الخير، وصلنا للاند. خلنا ناكل حبه سوشي. ليتس جو. السوشي ما تخلص، على شكل السوشي ما تخلص وانا محسب ان ماخذهم كلهم. طيب نرجع وين كان مكان الاند؟ ايوه انت بورتل من هنا. الله يستر راح نلاقي في الاند. وش خلينا نكسر هذه. طيب ونقول بسم الله. هل الاند راح يكون عادي؟ هل الاند في شيء غريب؟ هل الاند في تنين؟ هل الاند في جذا؟ ما ادري. هل الاند في سيكرت بيس؟ هنا بعد نبي نعرف. فنقول بسم الله. واول شيء نروح كنا اوف لاين. ايش رايكم كنا اوف لاين عشان تسبوني هنا؟ ما في احد هنا. اندر واردن وات. ايش هذه؟ في شيء هنا فوق عيال. ايش الغرفه هذه؟ هذه جديدة، هذه ما كانت في الاند عندنا. كيف اكسر؟ بكسر ادخل داخل كيف؟ هلو بي القنلت. السلام عليكم، هذه جديدة علينا، ما كنا نعرفها. ايش السالفة هنا؟ ايش في؟ السلام عليكم، ايش الاخبار؟ طيبين ان شاء الله. ايوه، ايش في عندهم بالسيكرت بيس هذا؟ يندرمان. ايوه ايش هذا؟ ول هاي اور جديد، كانه نذر رايت بس كذا على شكل اندر بي. ويل يا القوة. في ثيكنس عيال، في ثيكنس مو طبيعي. بس اللي عندي افضل. بس دقيقة في سيف، في سيف عيال قوة 9. فيش اوه في ليترو في مو في مش. اوكي طب هذه ليش ما كنا نعرف عنها؟ احنا نجلد. اندرمان خبي علينا، ودي اخذهم نفس الوقت. اللي عندي انا رهيبات ما احتاجهم. لو معطيني اياهم من البداية بالعكس استانست عليهم، بس ما احتاجهم. بس المكان غريب والله يا مشبوه. دقيقة انا ما همني كل ذول، ما همني انا الواردن. اندر واردن عيال. ايش رايكم اول شيء نفجر الابراج؟ انا اقول ايش رايكم؟ لا 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 ونبدأ ندمجه.
من دون والله ادرم عليهم بدون عيال نجرب هاي نروح أوفلاين روح أونلاين. سلام عليكم يا بصخ شو الأخبار شو العلوم يا ترى يدمج ترى يدمج دي دي ودي أصفق بإيش تعال 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 دي 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 أوه لا 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 يا الدروع مرة قوية يا الدروع أوه يا ال يا ال شو شد ال وش ال ال شو اسمه ذا اللي عندي مرة قويين يا برع بخر دي دي أنا في سلاح كان عندي وينه وين البلاستر يا يطقوني دولي البلاستر وينه شكلي رميته الله يقطع بليس رميت البلاستر السكوت بلاستر رميته شكلي بالغلط تعال تعال حد تمحط يا وارد حد تمحط حد تمحط حد تمحط وارد الاندرمان اوه خناك 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 وات لا انت معي يا حطب يا يال طيرته شفته كيف طيرته مجرد ماك والله يا والله المر اوه وين قاعد يطير الواردن ودي افهم وين قاعد يطير الواردن شوف 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 كيف قاعد يطير يا عيال طيره مو طبيعيه اي كفو القم 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 لا مو بانا يا حمار مو بانا يا طاغي غدرني يا ورا مو بانا موت 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 انا بموت موت 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 يا وش ذا يا هذا ميكس بين دراجون اصبر اصبر افهم افهم هذا ميكس بين دراجون واردن وتنين يتنقل عندي سويت البورد اقول القم اقول القم القم يمشي شوف حفجرك حاكتك في السوشي شوف شوف بوم لا والله ما طاف في السوشي حاكتك في التبن هذا حق اللوم القم يا بوي القم ايه ايه تلقم واو يا عيال يا حلقة اليوم فيها كمية احلام عصر بشكل مو طبيعي ايش فيه اوكي اظن هذه الحلقه يا جماعه الخير يعطيكم بعد ما شاء الله تلقوا الحلقه واكتبوا لي ايش افضل ايتم كان معنا في حلقه اليوم كان معكم عبادي لا تنسوا اللايك عزيزي المتابع وفي امان الله.